مفيش جديد غير اللي احنا بنقوله. ماتشات الدوري طبعا واخده الاهتمام الاكبر. فرانك ريكارد نجم طبعا هولندا السابق عرض نفسه لتدريب منتخب مصر من خلال احد شركات التسويق الرياضي. تلقى اتحاد الكوره عرض من احد الشركات التسويق الاجنبيه للدخول في مفاوضات مع الهولندي ريكارد المدير الفني السابق لنادي برشلونه الاسباني، وكان طبعا هو قبل كده ماسك نادي منتخب السعوديه السنه اللي فاتت لكن ما وفقش معاهم ومشي وخد شرط جزائي يعني ما شاء الله 18 مليون ريال. كان ماسك منتخب السعوديه والاتحاد السعودي مشاه وخد 18 مليون ريال شرط جزائي، يعني رقم كبير جدا يقترب من حوالي 36 مليون جنيه مصري، ان الريال دلوقتي ب 2 جنيه. اتحاد الكوره بينفي الدخول في مفاوضات مع جوزيه مانويل جوزيه لتدريب المنتخب. انتوا عارفين انا قلت خبر امبارح ان مانويل جوزيه موجود في القاهرة ومعزوم من النادي الأهلي لحضور المباراة النهائية في الكونفدرالية. أنا قلت كده، ربطت امبارح مع كابتن وليد صلاح الدين، سألته سؤال خبيث كده قلت له هل وجود مانويل جوزيه ممكن اتحاد الكورة يفاوضه عشان تدريب المنتخب؟ فالنهاردة اتحاد الكورة منزل نفي بيقول لا، اتحاد الكورة مش هيخش في مفاوضات مع مانويل جوزيه أثناء وجوده في القاهرة. ده تصريحات من داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة. اتحاد الكرة بيحدد 14 ديسمبر لمناقشة اختيار المدير الفني للاتحاد خلفا للكابتن فاروق جعفر، والمجلس الإدارة رفض الموافقة على استقالة عصام عبد الفتاح اللي يعني كان قال كابتن عصام عبد الفتاح لو بيفكر في الاستقالة أو بيدرس الاستقالة، لكن المجلس رفض القصة دي تماما. سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بيقول إن كابتن ربيع ياسين مرشح لتولي تدريب منتخب مواليد 98 في حالة تنظيم البطولة. لو نظمنا بطولة أفريقيا الناشئين كابتن ربيع ياسين مرشح لتدريب منتخب 98. كابتن مصطفى يونس بيتقدم باقتراح لتكوين فريق من لاعيبة منتخبات 91 و93 الأولمبي لخوض تصفيات مونديال 2018. اتجاه في لجنة الحكام لاستبعاد محمد معروف الموسم المقبل أو الموسم القادم من القائمة الدولية بسبب هبوط مستواه، لكن هو هياخد فرصته جيدا في الدوري السنة دي. وطبعا يعني لجنة الحكام بتأمل في تطوير مستواه أو ارتفاع مستواه في الفترة القادمة. العميد محمد أبو السعود هيرجع من الإمارات عشان يساند النادي الإسماعيلي في مباراته أمام الزمالك بكرة. ريكاردو مدير الفني البرازيلي للنادي الاسماعيلي بيوقع غرامة مالية 5000 جنيه على اللاعب محمد علاء لالا بسبب تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن من الجهاز الفني. حسني عبد ربه ما حضرش التدريب الرئيسي في النادي الاسماعيلي ان شقيقته او اخت حسني عبد ربه تعبانة شوية، عندها فيروس سي في احد المستشفيات في اسماعيلية، بنقول له طبعا الف سلامة. لكن حسني عبد ربه موجود ضمن قائمة العشرين لعيب اللي موجودين في معسكر النادي الإسماعيلي استعدادا لمباراة بكرة أمام الزمالك. معايا على التليفون العميد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي. سيادة العميد ازاي حضرتك؟ أهلا بيك كابتن كريم، ازيك؟ أخبار حضرتك إيه؟ رجعت القاهرة ولا لسه في الإمارات؟ أهلا بيك كابتن كريم، ازيك؟ أخبار حضرتك إيه؟ اللي أنا راجع النهاردة بالليل يا كابتن كريم إن شاء الله. راجع بالليل، أنت في الإمارات لسه يعني؟ الوقت راح المطار كمان شوية. تمام، انت فاتح التلفزيون علينا بقى فالصوت فيه صدى صوت. طبعا انت لازم اتفرج عليك كريم. الله يخليك يا استاذ العميد، يعني شايف ماتش اعلامي جميل. الله يخليك يا استاذ جميل، والواحد بيعرف كل اخبار الدوري منك. الله يخليك يا استاذ العميد، ده شرف ليه لحضرتك تقول عليا كده. الله يخليك، ربنا يخليك كريم. شايف ماتش الزمالك والاسماعيلي ازاي، خصوصا ان الزمالك عايز يكسب عشان يتصدر الدوري، والاسماعيلي منتشي وسعيد بعد الفوز على الرجاء 3-0 وعايز يكمل المسيره. كابتن كريم احنا بنسحب احنا كمان، وان شاء الله الستة بونت انا واخد وعد انهم يرجعوا. فاحنا بنسحب كمان نحو القمه. ايوه، نادي الزمالك عنده مفاتيح كتيره، وانا كنت بتكلم مع مستر ريكارد النهارده وقت طويل. انت ايه بتحط التشكيل بتحط التشكيل مع مستر ريكارد ولا ايه؟ لا 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 لا، انا طيب. بطمن بس على اللعيبه وبطمن على القيصر. لانه طبعا وجوده في الملعب ان شاء الله برجل واحده الكابتن حسني، بس الله يكون في عونه عشان اخته. فبطمن بس على حد اللعيبه وكلام من ده، واطمنت منه ان هو عارف طبعا كويس قوي مفاتيح لعب نادي الزمالك، والمفاتيح دي هو عارف هيوقفها ازاي، واحنا عندنا مفاتيح لعب عارف هيوظفها ازاي. انا واثق فيه جدا، واثق في لعيبتنا، وان شاء الله هنأدي ماتش كويس بكره،
واللي هيبقى توفيق هيحالفه هيفوز المباراه ان شاء الله. ان شاء الله حسني عبد ربه موجود في المعسكر وهيشارك ولا مشكله اخته ومرضه؟ بتمنى انه يخرج من بره احزانه. انا كلمته كان في المستشفى مع اخته، وهو طبعا كان باين عليه من المره اللي فاتت، لكن هو ده بطل وده كابتن الفريق، وجوده مهم جدا جدا، وهو عارف كده والخواجه عارف كده وكل جميل اسماعيليه عارفه كده. نتمنى انه يكون في الملعب بكره ان شاء الله. بشكرك يا سياده العميد وتيجي بالسلامه ان شاء الله. الله يخليك كابتن كريم. الله يخليك. طبعا سياده العميد محمد ابو السعود رئيس نادي الاسماعيلي، وهيرجع من الامارات النهارده عشان يكون موجود جنب فرقته بكره نادي الاسماعيلي في لقاء مهم امام نادي الزمالك. نروح لسيد